ينضم إلينا من هناك الكاتب والباحث السياسي إيلي نيسان. مساء الخير أستاذ إيلي. نتحدث عن الهجوم، العملية الرابعة من نوعها التي تقع في إسرائيل خلال أيام قليلة. كيف نفسر هذه المسألة، خاصة وأن السلطات الأمنية الإسرائيلية كانت تحذر أو ربما تتحسب لوقوع أو لحدوث تصاعد في العمليات الأمنية في الضفة الغربية والأراضي المحتلة؟ نجد الآن أن هذه العمليات في داخل إسرائيل. تعرف سيدي أن بعد العملية التي كانت في منطقة جنين وتم القضاء على 3 مخربين الذين أرادوا القيام بعملية تخريبية داخل إسرائيل، كانت هناك المزيد من التهديدات من قبل الجهاد الإسلامي للقيام بالرد على ما قامت به القوات الإسرائيلية. وكما علمت قبل قليل أن كانت هناك مبادرة من قبل الجهاد الإسلامي لإطلاق الصواريخ باتجاه غلاف إسرائيل وحركة حماس. ألو أستاذ إيلي، ما زلت معنا؟ ألو نعم أسمعك أستاذ إيلي. نعم تفضل. نعم أنا معكم. تفضل. نعم كانت وحركة حماس منعت من إطلاق النار تجاه الغلاف في إسرائيل. على كل حال رئيس الوزراء في هذا الهوان يجري تقييمات ومحادثات حول الوضع في هذا الهوان. كما علمت هناك قتيلان و8 جرحى بشكل متفاوت. هناك قوات كبيرة تدفقت في شوارع تل أبيب، وفي هذه اللحظات هناك إحاطة في أحد المباني في تل أبيب، اعتقادا من قوات الأمن الإسرائيلية أن المخرب الثاني موجود في هذه العمارة، وذلك بعد أن تم القضاء على أو تحييد على المخرب الذي أطلق النار. طبعا القوات الإسرائيلية وقوات جيش الدفاع وقوات خاصة من الجيش الدفاع بدأت تجول شوارع تل أبيب. كما علمت قبل قليل أن هناك مبنى وقوات كبيرة من الجيش والشرطة يحيطون هذا المبنى بهدف إمكانية إلقاء القبض على المقرب الثاني. مع الأسف هناك قتيلان و8 جرحى بشكل متفاوت. إذا نتحدث عن قتيلين و8 جرحى في هذه العملية التي نتابع تفاصيلها في تل أبيب. أستاذ إيلي، يعني هل يمكن الحديث على أن هناك سوء تقدير لدى السلطات الأمنية الإسرائيلية عندما يكون البحث قبيل شهر رمضان عن إمكانية اندلاع أعمال عنيفة أو توترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، القدس تحديدا كانت مرجحة، الآن التركيز كله يتحول إلى الداخل الإسرائيلي، هل هذا يدل على أن هناك يعني حلقة مفقودة ما في هذه التقييمات الأمنية الإسرائيلية؟ تعرف سيدي، حتى الآن لم يكشف عن المخرب الذي قام بهذه الفعلة، ولم يكشف الكشف عن المخرب الثاني الذي لم يلقى القبض عليه. خلال شهر رمضان كان وزير الدفاع قد وضع خطة لتطبيق المزيد من التسهيلات على السكان إذا كان في الضفة الغربية وحتى في داخل إسرائيل، القيام بأداء الصلوات خلال الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك. ولكن في ضوء وهذا كان اشتراط، اذا الايام القليله الماضيه او القليله الايام القليله القادمه تمر بهدوء، سيتم تطبيق المزيد من التسهيلات على السكان المواطنين العرب اذا كان في الضفه الغربيه وطبعا المصلين في العرب في اسرائيل. ولكن في ضوء ما نراه في الساعات الأخيرة أعتقد أنه المزيد من هذه التسهيلات التي
أراد وزير الدفاع غانتس تطبيقها، أعتقد أنها ربما سيتم التفكير بهذا الموضوع إذا يتم تطبيق هذه التسهيلات أم لا. هذا إذا كان المنفذ أو المنفذين من سكان الضفة الغربية، ولكن ماذا إذا كانوا بالفعل من سكان الداخل الإسرائيلي؟ طبعا إذا كان من سكان داخل إسرائيلي هو الذي قام باقتراف عملية قتل أشخاص الذين كانوا يؤمون المقاهي، فأعتقد ستكون أزمة ثقة بين المواطنين الإسرائيليين وبين الأقلية في إسرائيل. صحيح أن ليس كل المواطنين العرب في دولة إسرائيل هم الذين يقومون بهذه الفعلة، ولكن كما كان في الماضي طبعا سيكون تأثير سلبي على العلاقات وعلى الزيارات وعلى طبعا الإسرائيليين الذين يؤمون المدن العربية داخل إسرائيل. أعتقد هذا كان في الماضي، وأعتقد إذا فعلا المنفذون هم من عرب إسرائيل سيكون تأثير سلبي بشكل خاص على كيفية العلاقات بين الإسرائيليين وبين العرب، ولكن أنا كل أمل بأنهم ليسوا من سكان إسرائيل العرب. هذا الهجوم الرابع أستاذ إيلي من نوعه في غضون أسبوعين، يعني نتحدث عن فاصل زمني قصير جدا بين هذه العمليات، وبالتالي ما الذي يقوله ذلك عن الإجراءات الأمنية في أعقاب هذه العمليات؟ اسمع سيدي، أنت تعلم أن في الأيام الأخيرة ومنذ بدأ شهر رمضان المبارك كانت مواجهات في أورشليم القدس بين شبان عرب وبين قوات الأمن، حيث تم اعتقال العديد من المشاغبين في هذا الوضع. طبعا القوات الإسرائيلية إذا كان الجيش وإذا كانت الشرطة حرس الحدود هم على قربة الاستعداد بشكل خاص في أماكن مكتظة، كما تعلم أن إسرائيل أو اليهود هم على باب عيد الفصح المبارك، وهناك قربة استعداد من قبل قوات الأمن، ولكن إذا قام أي شخص بمفرده بعملية من هذا القبيل يصعب على جهاز الأمن العام وعلى الشرطة القبض عليه قبل أن يقوم بهذه العملية. رأينا ما كانت عندما كان خطط العدد من الجهاد الإسلامي في جنين القيام بعملية تخريبية داخل إسرائيل وتم القضاء عليهم. المشكلة هي إذا أي شخص بشكل مفرد يريد القيام بعملية تخريبية من هذا القبيل الذي نراه الآن في تل أبيب، طبعا يصعب على جهاز الأمن والشرطة العثور قبل تنفيذ هذه العملية، ومع الأسف نرى قتلى وجرحى في الشارع الذي هو يعرف الشارع الرئيسي في تل أبيب، وهناك مقاهي ودكاكين مشهورة في العالم. هذا مع الأسف الذي نراه يقع بشكل خاص عندما تكثر التهديدات لدى حلول شهر رمضان المبارك. شكرا لك سيد إيلي نيسان الكاتب والباحث السياسي، كان معنا عبر الهاتف من القدس. الآن ينضم إلينا من حيفا أيضا الكاتب والباحث السياسي يواف شتيرن. سيد شتيرن مرحبا بك معنا، نتحدث عن هذه العملية الرابعة من نوعها في غضون أسبوعين أو أكثر بقليل، 11 قتيلا راح ضحية العمليات السابقة، اليوم أو هذه الليلة نتحدث عن قتيلين وثمانية جرحى بشكل مؤكد حتى الآن بحسب المصادر الإسرائيلية. كيف تقرأ هذه الحلقة الجديدة من هذه السلسلة من العمليات؟
نعم بكل تأكيد، يعني كان عملية إضافية مع عملية إرهابية ضد مقهى في شارع رئيسي جدا في تل أبيب. الأوضاع صعبة جدا والكل مستاء طبعا مما يحدث. هذه الأمور تؤثر بشكل مباشر على نفسية الناس، وهناك تأثير يمكن أن نراه في شوارع، يعني هناك ناس يحملون السلاح الفردي المرخص، بل بدأوا بالأيام الأخيرة بحمل السلاح خشية من تكرار مثل هذه العمليات. هذا ظاهرة ملحوظة، يعني أنا شفتها، الناس فجأة يخرجون إلى الشوارع يحملون السلاح المرخص. طبعا لا أحد يمكن أن يعرف سلفا أين تكون العملية القادمة. للأسف الشديد اختاروا الإرهابيين هذه المرة بقلب تل أبيب. أعتقد أنه الأيام الأخيرة وفترة الهدوء النسبي يعني من العملية الأخيرة، يعني خلت الناس تشعر أنها ممكن أن تطلع وتسهر في المقاهي والمحلات المختلفة في تل أبيب وغير تل أبيب. وبدأنا نشعر بأنه الأجواء أجواء الاحتفال العيد يعني عم تسترد. طبعا كل عملية من هذا النوع تؤثر سلبيا على العلاقات ما بين يهود وعرب أول شيء، وبعدين على نفسية الناس بشكل عام. لماذا تل أبيب أستاذ يواف تحديدا؟ يعني هناك مناطق ربما أخرى فيها تواجد عربي أو تواجد مختلط أكثر من هذه المناطق، لماذا برأيك التركيز على تل أبيب؟ هذه العملية الثانية في غضون حوالي أسبوعين هناك. نعم طبعا لا نعرف من نفذ العملية، ولكن حتى الآن في الأول شفنا أنه الإرهابيين اختاروا المدن القريبة من بيوتهم، بئر السبع وبنقب وبعدين الخديرة في شمالي تل أبيب. بعد ذلك اختار المنفذ العملية الفلسطيني من شمال الضفة أن يأتي إلى يعني بلدة معروفة بأنها يسكن فيها اليهود المتدينين الخارجين. أعتقد أنه حاليا من اختار العملية هذه يريد أن يعني الرسالة تكون واضحة، يعني لا نقبل وجودكم أنتوا كدولة أو كمجتمع يهودي أو كإسرائيليين في هذا المحل، حتى تل أبيب التي ليس فيها يعني ليس دولة مدينة احتلال موجودة في الضفة الغربية، أو يعني كل العمليات الأخيرة كانت ضد استهدفت مدنيين في المدن التي يسكنون فيها. أعتقد أنه أيضا يعني لهذه العمليات تأثير سياسي على السياسة الإسرائيلية، لأن اليمين الإسرائيلي يشعر أنه يجب أن لا أعرف بالكلمة هو انتقام، ولكن رد فعل قاسي. وهذه الحكومة الحالية فيها توجهات مختلفة بهذا الشأن. على ذكر رد الفعل أستاذ يواف، يعني شهدنا في الأيام الماضية ردود فعل داخل الضفة الغربية ضد الفلسطينيين هناك، ولكن طبعا نحن لا نعرف الآن ما هي خلفية منفذ عملية الليلة أو منفذي عملية الليلة، سننتظر لورود مزيد من التفاصيل، ولكن هل تتوقع بالفعل أن يكون هناك استجابة لمطالب اليمين المتشدد الإسرائيلي بتشديد القبضة الأمنية سواء في المناطق العربية في إسرائيل أو في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية؟ في المناطق العربية في إسرائيل في هناك هدوء نسبي، يعني لا تشهد البلاد مواجهات عنيفة، بس في الضفة الغربية ولكن هناك يعني بالفعل هناك تشديدات أمنية التي هي يعني لا أعرف شو الكلمة الصحيحة، ولكن من الطبيعي او كرد فعل تلقائي اوتوماتيكي
هناك تشديدات أمنية في الضفة الغربية، لأنه التفكير السائد يقول هناك أسهل لنا أنه تأتي التشديدات الأمنية وكل الخطوات الأمنية ضد المواطنين. يعني منفذ العملية الأخيرة ليس اليوم بالفعل أتى من المناطق الفلسطينية من شمال الضفة. يعني رد الفعل كان طبيعي، لأنه إذا انتقل موجة العمليات من عمليات أفراد ينتمون أو يشعرون بأنهم ينتمون إلى ما يسمى بالدولة الإسلامية داعش، فصعب جدا أن تتفهم من سينفذ العملية القادمة. ولكن إذا المنفذين هم من الجهاد الإسلامي أو من حركات الفلسطينية الأخرى، فالتشديدات الأمنية مطلوبة جدا، لأنك تريد أن تمنع دخول الفلسطينيين ومنفذي العمليات إلى داخل إسرائيل. ولهذا السبب كان هذا التطور طبيعي أو مطلوب، أو الحكومة قررت عليه لأن هناك منطق وراء الموضوع. طبعا عملية قلب تل أبيب هي ضربة قاسية حتى لقوات الأمن يعني، وبشكل طبيعي سيكون هناك رد فعل معين بعد ما تتضح كل التفاصيل. للأسف الشديد التوتر التي يعني يأتي كنتيجة طبيعية جدا لمثل هذه العمليات هو يعني ينعكس على التشديدات الأمنية التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، خصوصا إذا منفذ العمليات يأتي من الضفة الغربية. شكرا لك يواف شترن، الكاتب والباحث السياسي، كان معنا عبر الهاتف من حيفا.